بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بيان صحفي صادر عن مؤتمر صحفي لقوى المعارضة البحرينية رفضا للورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين كأولى خطوات صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. ينعقد هذا المؤتمر الصحفي في الوقت الذي يواصل فيه النظام الخليفي خطواته المتسارعة نحو التطبيع مع العدو الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يتوج النظام الخليفي في البحرين خطواته المتسارعة نحو التطبيع مع العدو الإسرائيلي بالاعتراف الكامل بالكيان الصهيوني. نحن إذ نؤكد أن النظام الخليفي في البحرين ليس إلا أداة من أدوات التطبيع، وأن من خلفه دول عربية أخرى تحركه مؤتمرين جميعا بأوامر السيد الأمريكي التي تملى عليهم بالتنسيق مع الكيان الإسرائيلي. وفي هذا المنعطف الخطير وبالتوازي مع ما يسمى بصفقة القرن، فإننا نؤكد على ما يلي: 1. إن ما يقوم به النظام الخليفي في البحرين لا يمثل إرادة شعب البحرين المناصر لشعب فلسطين، والذي يؤمن بأن القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف هي قضية الأمة، ويؤمن بحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه كاملة، وأنه لا مساومة على ذرة من تراب فلسطين الحبيبة. 2. نحيي صمود أبناء شعبنا ورفضهم لمؤتمر البحرين التطبيعي، ونحيي كل القوى والهيئات الأهلية والمؤسسات الدينية والشخصيات الوطنية في البحرين التي عبرت عن رفضها لعقد مؤتمر البحرين التطبيعي في موقف موحد مشرف يعكس ماهية شعب البحرين ووعيه وموقفه الموحد. 3. نؤكد أن خطوات النظام الخليفي التطبيعية هي خطوات انتهازية، وأن بعض أهدافها هو استجداء الحماية والغطاء السياسي من المجتمع الغربي، وخصوصا من الإدارتين الأمريكية والبريطانية، مع تواصل استخباراتي مع العدو الإسرائيلي بغية إعاقة التغيير السياسي الجذري ووقت طموحات شعبنا في الحرية والكرامة وتحصيل الصمت عن الجرائم والقمع الذي يرتكبه النظام والقوات الأجنبية الغازية للبحرين منذ شهري فبراير ومارس 2011. 4. نشد على أيدي الفلسطينيين الشرفاء الذين رفضوا المشاركة في مؤتمر البحرين التطبيعي وكل الدول التي ستقاطع هذا المؤتمر، ونعتقد أن فلسطين هي القضية الكبرى، وأن تحريرها من العدو الإسرائيلي هو جوهر الصراع في المنطقة، وأن العدو الإسرائيلي هو العدو الأول الذي ينبغي أن تتصدى له كل القوى والحكومات الشريفة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.